مساكم بالخير يا الاهل ومساكم بالخير يا الحبايب. برنامج روح له مع فنان اليوم راح تكون معنا ضيفه متميزه. متميزه بشنو؟ متميزه بعفويتها، متميزه بفنها الجميل، ومتميزه ايضا بروحها الشبابيه الجميله اللي خلتها تعتلي السلم بطريقه ايجابيه، وفوق هذا وذاك حطت ريل ثابته في مسرح الكبار، ومن خلال هذا المسرح الواحد يعتبر نفسه داخل بمنخل، يا يعني انه يكمل في هذا المجال او انه ما يكمل في هذا المجال، لان التواصل مع الجمهور راح يصير دايركت من غير اي شاشه ومن غير اي حدود. فخلونا نشوف بالحلقه هذه تواصلنا مع الضيفه شلون راح يكون وشنو راح نقدر نطلع منها وناخذ اشياء حصريه، اشياء تهم القلب واشياء تهم الشخص بطريقه ايجابيه في رحلته الفنيه. خلكم معنا. طبعا مثل ما قلت لكم بالمقدمة، اللي يميز هذه الفنانة عفويتها ريجاردلس كل الأمور الحلوة اللي قلتها عنها، لأنها فنانة جميلة خلقا وخلقا وصديقة وأخت عزيزة. منى حسين نورتني وشرفتني. النور نورك والشرف لي، وأنا وايد مستانسة أن أخيرا التقينا مرة ثانية بعد رأسي. يمكن آخر مرة كنت مقابلها 2010-2011، لكن بغضون السنوات هذه في تطور جميل جدا حدث حق منى حسين، وبنسولف فيه احنا. يعني من 2010 لغاية 2017، من 2011 لغاية 2017، فيها 6-7 سنوات حصيلة فنية وثروة فنية جميلة بنسولف فيها اليوم. منى، أول سؤال يمكن لا يخطر لا على البال ولا على الخاطر، منى حسين جامعية، خريجة نظم معلومات، ومجالك المهني في إدارة نظم معلومات الإدارية، مسوي الهوم ورك عدل انا وايد زين بيرفكت ما شاء الله حبيبه قلبي. وصولا الى ابداع في المجال الفني، شو اللي خلاك تختارين خط المجال الفني بجانب خطك في الحياه المهنيه منى؟ انا اول شيء اقول لك ان انا دراستي صح مثل ما انت قلت نظم معلومات، بس انا ما اشتغلت فيها كلش، يعني ما نفذتها، ولكن التمثيل كان بالبداية موهبة، الحين صار مهنة وموهبة. حلو. مع تطور الشغل وتعلمت زيادة صرت دارسة من الحياة، مو دارسة بالمعهد أو ساعات الحياة خريجة. تسقل أكثر طبعا، الشغل يسقل أكثر، ومو شرط أن أنت تكون خريج معهد عشان تصير فنان مبدع. صحيح. أغلب الفنانين الكبار مو دارسين فن. شفنا وايد فنانين إنزين عندهم الموهبة هذه، أمثال مثلا أخونا المخرج والفنان عبد الله التركماني، أخذ شهادة أكاديمية وأبدع بالفن، بعدين قرر أنه يدخل المعهد العالي للفنون المسرحية. أمثال الفنان خالد البريتشي، أبدع بالفن وسطع نجمة، وقال بعدين أبي أدش المعهد العالي للفنون المسرحية، سواء قسم تمثيل وإخراج أو غيره من النقد الفني. وهذا الفكرة هذه ما تيجي على بال منى حسين؟ لا تيجي على بالي، بس أنا بقول لك شغلة، هذه فرص. حلو. يعني هذه قدرة مثلا الأستاذ عبد الله التركماني انه هو يخلص دراسة ويدش مجال فني او عمل ويرجع يدرس، مزاجه يخليه يدرس. اي هو هذا تفرغ وقدرة انسان. حلو. يمكن انا ما اقدر اسوي كذي، او يمكن اقول لك انه لا خليني اشتغل على نفسي اكثر بالواقع او بالعمل، انزين واخلي الدراسة هذه، انا اوريدي جامعية اوريدي، انا يعني عندك شهادة اكاديمية تسندك عليها. حلو. بالضبط. المعهد ما يعني بوجهة نظري أنا، وما أدري إذا الناس بتحطها علي صح ولا غلط، بس بوجهة نظري أنا كمنى حسين، أنا المعهد ما أتوقع أن أنا ممكن أزيد شيء إذا دشيت المعهد درست غير 4 سنوات وشهادة. حلو. إنزين ممكن أدرس برا، يعني أدرس وأنا برا عن طريق الإنترنت، عن قراءة كتب، عن تمارين، ممكن أدش دورات مسرحية، شيء أخاف من أنك تلتزم 4 سنين بشهادة جامعية. حلو، لأنه أوريدي عندنا الشهادة. عندنا شهادة صح إنه مجال ثاني، ولكن يعني اسمك متعلم باي ذا واي، حياة اجتماعية يعني بشكل اجتماعي أو الواجهة الاجتماعية الجميلة اللي كل واحد يحب إنه يعيشها. يعني يعني مثل ما يقولون، أستسقي من كلامك منى إن الواحد إذا تعب على نفسه يقدر يدرس نفسه بنفسه بأي مجال هو يبي، صح ولا طبعا لا؟ وينجح ويتفوق ويكون احسن من اللي يعني اللي دشوا وتعبوا وقعدوا 4 سنين وطلعوا وما منهم فايده. حلو. منى حسين، 7-8 سنوات منذ بداياتك في المجال الفني وصولا الى هذه اللحظه امام الكاميرا، شو اللي تغير بمنى حسين؟ وايد اشياء، وايد اشياء. شنو الوايد اشياء؟ ولا تحصى. يعني اول شيء شخصيتي
توتالي تغيرت. حلو. يعني انا قبل كان فيني جرأة ممكن اروح العاب، ممكن اسوي مخاطرات، الحين لا، واخر على الجرأة. حلو. ما في المخاطرات هذه. صرت حريصة اكثر، مو ماديا طبعا، انا كلش مو حريصة ماديا. اي هاي سؤال على سالفة المادية، بس هذا السؤال طقت الرصيف بعد شوي، بس خلص. لا انا مو كنت يعني عادي، انسانة عادية، اتعايش عادي. الحين صرت وايد حريصة، يعني خروجي، لبسي، طريقة كلامي، حتى مع الناس اللي بيني وبينهم يعني صداقات وشي، صرت هم حريصة. حلو. صار كل شيء محسوب علي. هذا من الجهة الشخصية. الجهة العملية صار ما عندي وقت، يعني ما عندي وقت لا أجابل أهلي مثل قبل، ما عندي وقت أجابل أصدقائي، صارت حياتي مو مرتبطة فيني بروحي، صرت أنا والفن مجبورين على أهلي، لازم نجبرون على نحن الاثنين، لازم يتقبلون الشخصية الجديدة، يعني صار عندهم توأم، مو بس توأم، حلو، مو توأم كذي صار. فبالبيت تغيرت أوضاعي، صرت يعني أوكي أحاول قدر المستطاع أن أنا أوفي حقوقهم، بس تدري لازم يكون في تقصير، لازم. حلو. قلتي انت كلش مو حريصه ماديا، وانا اشهد على هذه الشغله. منى حسين صريفه من الدرجه الاولى، وكشيخه من الدرجه الاولى. خالتي مال شغل بالكلام هذا، هذا حق التلفزيون. صريفه من الدرجه الاولى وكشيخه من الدرجه الاولى، ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك، سواء بمادتك ولا حتى بالامور اللي تسوينها، لكن تحبين تدلعي نفسك، ايش رايك بالكلام هذا؟ اي طبعا احب ادلع، ليش لا، يعني كل شيء موجود الحمد لله. وبعدين نفس ما قلت لك يعني ان الحياه تغيير، يعني تغير، يعني انت الحين تفكر بشكل مثلا، خليني امسك ستايل سبورت، لا تكبر سنتين، لا يتغير شوي، كنا مبين انا يا هلا كبر شوي الشكل وكذي. فطبعا الحياه، العمر، يعني الحين عمر نووي البس مثلا نفس قبل 6-7 سنين مثلا، نووي حلو. ودك بيخت ولا عندك يخت؟ لا للحين؟ زين ممكن ودي شيء ثاني؟ شنو اللي ودك فيه؟ ابي تكفى طيارة خاصة. طيارة خاصة، احنا خلينا نروح نشوف اليخت بعدين نتناقش بموضوع الطيارة الخاصة، خليكم معانا. من بعد ما تمشينا منى، بأسألك 3-4 أسئلة قبل لا ننتقل ونروح حق لوكيشننا اللي بعد اللوكيشن هذا، سوق شرق بالمرسى صوب اليخوت، وقاعدين ندعي أنا ومنى أن عسى الله يرزقنا بأحد اليخوت الجميلة اللي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. منى، الوسط الفني والمجال الفني نسبة وتناسب، إنزين، يعني ذكرنا عسى الله يرزقنا بيخوت، يقول لك الفنانة وخاصة الفنانة إنزين الأنثى تحتاج إلى مدفع مادي عالي نوعا ما، لأن أنتم تصرفون خلينا نقول على الملابس، على الراكورات وعلى غيره من هذه الأمور، إيش رأيك بالموضوع هذا؟ يمكن أنا جربت الشغلة وقلنا الموضوع صحيح، أنت رأيك فيه شنو؟ شوف والله هو صح كلامك، إحنا وايد نصرف على الأعمال، بس في عمل يشيل عمل، يعني ساعاتي لك عمل ما تصرف فيه وايد، تراثي مثلا، درعتين، عباية كذي ممكن، أو مثلا دور متوسط أو دور شوي فقير. وفي أعمال لا تجيلك مثلاً لود ملابس، ثياب، صرف وغيره، فشي يشيل شيء. وبعدين هو مو الأزياء والشكل هو اللي يشيل الدور، أنت أهم شيء تخدمه صح، يعني أنت ممكن تلبس أشياء مرتبة تبين هي كشخة أكثر ما تلبس ماركات وشكلك مبهدل. يعني حلو منى، أبدعتي بالمسرح، شفناك بمسرح الكبار، شفناك بمسرح الرعب، وشفناك بمسارح جميله للامانه، يعني تهتز من السكسيهات ومن صيحات الجمهور لما منى تطلع. لكن بال3 سنوات الاخيره شفناك مع مسرح الاستاذ والفنان القدير حسن البلام. هل منى حسين تنتمي الى جروب الفنان حسن البلام؟ انا ساعات للامانه وجهه نظر خاصه اشوف ان بعض الجروبات الفنيه تكون صحيه. منى، ايش رايك بالموضوع هذا؟ وسولفي لي عن عملك اخر 3 سنوات مع حسن البلام. هو اخر 5 سنوات. 5 سنوات اول شيء، ليش؟ لانه هم ما في غيرهم ال5 سنوات، يعني انا بلشت مسرح رعب مع مجموعه السلام، وكان معاي الاستاذ حسن البلام من ايام مصاص الدماء. هي مصاص الدماء الجزء الثالث. والجروب انتقل وصار جروب البلام، يعني صرنا مجموعة وكملنا مع بعض. أول شيء التفاهم بالمسرح وايد صعب، فعشان تكون جروب مسرحي متعب،
استاذ حسن اختار الناس اللي تالفوا مع بعض، الوجوه اللي لايقه على بعض، والحمد لله صار بيننا ألفة لمدة السنوات، وقدمنا من كل عمل قاعد ينجح عمل وراه انجح منه. شفناكم تسافرون وتروحون تقدمون بليار ثانيه. ايه فالنجاح حلو، يعني انت الحين لما يكون عندك مثلا ورقه ربحانه بتتم محافظ عليها صح وبتستخدمها. هذا نفس الموضوع الجروب، جروبات الفنية هي سلاح ذو حدين أنا بالنسبة لي. هذا اللي بس معانا. إيه يعني مثلا خلينا نقول إن في جروب ناجح جدا بس يجي له ظروف بعد سنوات يتفرق. في ظروف إنتاجية، ظروف اقتصادية، شنو الظروف؟ ظروف صداقية صداقية هذه تعدى 12 خط، سالفة الظروف هذه؟ شوف هي ظروف صداقية وظروف بعد إنتاجية، يعني المنتج الحين لما أنا أي أفرض عليه أقول له والله أنا ما أشتغل إلا جروبي معاي. حلو. لود عليه. المخرج كذلك، الكاتب ممكن ما في أدوار تناسب الشخصيات كلها. بالضبط. إنزين هذه أول نقطة، النقطة الثانية صار خلاف. واحنا بشر ما في احد ما يختلف مع احد أكيد. يعني انزين الخلاف راح يكسر القاعده، يكسر الخلاف راح يصير في يعني ليش ما يمثلوا مع بعض؟ الجمهور تعود، ليش تعود الجمهور؟ بالعكس الجمهور يبي التجديد، يبي التنويع. صح ان الحين احنا يعني صرنا اغلب المسلسلات قاعد تشوف وجوه متكرره، هذا مو مضر بالعكس، هذا مفيد للمشاهد ومفيد بعد للفنان، الفنان منه انه هو ينتشر ويثبت يعني يثبت نفسه على الساحة ويثبت انه عنده طاقة يقدم ادوار وايد قوية وايد حلوة ومختلفة، وبنفس الوقت الجمهور شلون مستحيل انه يحب الفنان حلو. او حبه عاش معه فخلص صار مقنع بالنسبه له. حلو. مع التغيير والتجديد انا تجربه عشتها معك منى بمسلسل مجموعه انسان. مسلسل مجموعه انسان يمكن كم من نجوم الشباب والشباب الجدد والنجوم الكبار وهذا كان كم هائل مع الاستاذ منير الزعبي. لذلك مساحات الادوار كانت ما هي المساحات الكبيره، لكن كل واحد فينا اخذ حقه من واقع ان الكيف مال الدور كان جميل جدا. منى حسين تبحث عن الكم ولا تبحث عن الكيف؟ يعني تمثلين اعمال مثل مجموعه انسان، كل واحد مثلا عدد حلقات محصور معين، لكن كل واحد فينا كان عنده خط بروحه وغير من احداث المسلسل، ولا تفضلين انك تمثلين مسلسل مثلا على سبيل المثال 30 حلقه ومنى حسين بالواجهه او بالمقدمه؟ شوف هذا الموضوع حلو. ليش؟ انا اقول لك في ادوار تجي لك 30 حلقه بس انت ثلاث ارباع الحلقات او المشاهد قاعد ساكت، فهذا مرفوض عند منى حسين. حلو. يمكن قدمته ما انكر بداياتي. نحتاج ساعات نسوق حق نفسنا. طبعا لازم تطيح بالحفره عشان تقدر توقف على رجلك وتتعلم. بالضبط عرفت. وطبعا الفنان بشطارته يقدر يحرك الورق او يحرك الشخصيه نفسها. ما راح اكون ديمقراطيه وسياسيه بموضوع ان ابيها صرف حافه الاجابه. إيه؟ ابي الاثنين ومو طمع. انا فنانه احب اني اقدم كيف له كم كبير عشان الله. الناس تستوعبه. الله كيف له كم كبير؟ طبعا. لكن ما يصير اقول لك والله ابي الكم وانا دور تافه، او ابي الكيف واطلع ثلاث مشاهد بالعمل كله ناس تنسى. الناس تنسى صحيح. لا ابي الكم يكمل الكيف. الكم اللي يكمل الكيف. الكيف. احنا راح نكمل ان شاء الله وراح اخذك واوديك مكان حلو ونكمل حوارنا هناك. حياك الله معنا. منى ما شاء الله عليك، مجموعة إنسان مع العم بدر سعد الفري، العافور مع العم بشار عبد الحسين عبد الرضا، امرأة تبحث عن المغفرة مع غانم السليطي، فوق هذا وذاك خادمة القوم مع الفنانة القديرة هدى حسين، عمالقة بالفن، شنو تعليلك لأسامي هذه اللي استسقيتي منهم ومثلتي معاهم هالأعمال هذه؟ مدرسة باختصار. حلو. وشلون الواحد يتعلم من هالمدرسة بطريقة إيجابية؟ شوف هو صعب إنك يعني تتعلم بسهولة يعني. حلو. بس أنت على قد ما تقدر إنك التجارب هذه اللي تدش فيها تستفيد منها. يعني أول شيء أستاذ مثلاً سعد الفري أنا تعلمت منه شغلة، التزام باللوكيشن، إنسان مسطرة. حلو. على الساعة. عم بدر مع ان انا مو ملتزمه كلش بمواعيد بس يعني يحرجك بالتزامه، يحرجك ما شاء الله عليك. تخيل يعني عرفت. استاذه هدى حس عالي يعني
يعني هي صدق لما تمثل قدامك او تمثل معاك تعطيك روح الشخصيه حتى لو انت طالع من شخصيتك، هي تمدك تساندك فتعطيك البوش الجميل هذا. إيه كونها يعني فنانه ضليعه يعني فنها نوايه تخليك تضيع من شخصيتك او تنسى او تلهى او شيء حلو. طبعا الاسماء صاد عبد الحسين عبد الرضا هذا الهرم العملاق. اي والله لا تعليق لا تعليق لان كل المشاهد كنت خايفه كلها هيبه وجوده هيبه صح والله العظيم، مع انه هو رجل جدا طيب وسلس بالتعاون وكان يتعاون معانا ويشتغل معانا بروفات ويعلمنا، بس خوف مو طبيعي يعني مهما اتعلم اخاف اكثر. هذا هو عرفت. انت لازم تستفيد من اي تجربه، ولعلمك انا مو بس الاسماء الكبيره اللي اشتغلت معاها اللي استفدت منها، لا غلط، لازم تستفيد حتى من الصغير. هيك واحد مثلا او ممثله جديده تعطيك روح، عندها شيء مميز، ممكن تكون كاركتر بيوم من الايام انت تنفذه صح عرفت. كل اللي تشتغل معاهم لازم تستفيد منهم. انا باخذك الحين مكان حلو نروق نشرب قهوه عشان ارد اخذك بالسياره بعدين ادش مكان حلو. المطلوب قهوه انا مدمنه قهوه. هي القهوه. الأجواء الخاصة اللي يدشها كل فنان، المزاجية، الأشياء هذه اللي تلعب بنفسية الفنان، هل المزاجية دور بحياتك؟ أساس حياتي. أساس أساس كبير. أنا أساساً شخصيتي مزاجية. حلو. وهوائية. حلو. والجو يأثر بنفسيتي، يعني اليوم اللي غيم أحس إني مكتئبة. حلو. المطر يعطيني فريشنج، أعشق الشمس. حلو يعني انزين اذا بعول على سالفه المزاجيه تلفوني انني انا فبقلبه. المزاجيه تلعب دور في حياه الفنان وهو داخل عمل؟ لا ما اتوقع. الفنان اللي ياثر فيه ترى اللي حواليه بالعمل. حلو. الزملاء، الكاست يشتغل معاه. جو كان ايجابي راح يعطي من قلبه، الجو سلبي راح يطيح. يعني تخيل عادي عادي قولي تخيل تمثل مع شخص كارهه ودورك تحب، لازم تكون حبيبه و... يبوي انت اعطيتني سؤال حلو، شلون تعامله مع الموضوع هذا؟ صعب يبين على وجهي ترى انا صارت فيني بس زين. مو مع رجل، مع بنت اختي ومشاهدي كلها احبها والمها وابوسها وادر بالي عليها اختي الصغيره وما شنو الله يعلم اللي بالقلوب شنو كان شنو كان يصير بالكواليس يعني هذا والخلافات شلون كان تنشن وشد، وكان صدق اشوف المشاهد يعني بعد ما انعرض المسلسل اضحك اقول هني صار كيت اتذكر لانه وين المواقف اللي صارت وين. انزين خلينا نرجع شوي حق البروتوكول الاعلامي التقليدي لكن بعطيك اياهم بطقات سريعه. دور مثلتي وندمتي عليه؟ ولا دور، كلهم اخذت منهم تجربه. دور تتمنين انك تمثلينه وللحين ما مثلتي؟ وايد ادوار وللحين ما في شيء ثابت يعني. حلو. دور لو قدم حق منى حسين راح ترفض بتاتا انها تمثل الدور هذا؟ سؤال صعب. مخل بالاداب، اي دور مخل بالاداب ويطلع شكل الفنان خطا ما راح يعني اي تجاوزات ما راح اتقبل فيها في اي حال من الاحوال. حلو. اي نوع كان من انواع التجاوزات؟ هل ممكن للفنان؟ نعم. لبس، تصرف، كلام، كله. حتى بالكلام ضمن حدود النص طبعا. لا لا لا، حتى لو في كلام سيء ما راح يفيد الشخصيه اعتذر. حلو. زين التجاوزات هذه وايد ناس تبعوها وسطع نجمهم، لكن اللي يتبع خلينا نقول التجاوزات هذه ويسترخص بنفسه بطريقه انه يقدم تنازلات ايا كانت، تنازلات فنيه، تنازلات على حسب النص، تنازلات على حسب الامور او الفن اللي هو قاعد يقدمه، نجمه راح يظل عالي؟ شوف بعض الفنانين اللي تجاوزوا قدام الشاشه طبعا ما لنا شغل بحياتهم الخاصه اعتبروه فن، والفن ما في حياة يعني في جرأة، لأن أنت قاعد تقدم فن وهم بشكل عام حجتهم إنه هذه مو شخصيتي، هذا شخصية الورق. حلو. بس أنت كإنسان طالع من بيئة، البيئة هذه هي اللي تحتم عليك وتجبرك شنو تقدم. حلو. الجرأة. إيش سالفة منى حسين مع القهوة؟ ما أدري، أحب القهوة ما أدري ليش. وايد تحبينها؟ وايد يعني. وايد. يعني كل أنواعها، ما عندي مشكلة بنوع من أنواع القهوة. حلو. ما ادري ليش، هل هذا شيء سيء؟ هو شيء سيء اتوقع. هو سيء وزين.
ليش؟ سيء من ناحية أن على قدر ما تشربين خلينا نقول كمية معينة من القهوة يفترض أنك تشربين كمية ضعفها من الماء. من الماء إيه صح. زين. هذه شغلة. الشغلة الثانية الشغلة الزينة فيها أنها تروى وتعدل المزاج. صح صح يعني كافيين. كافيين جميل. نحتاج كافيين مع الشغل. نحتاج كافيين مع الشغل. وطعمها لذيذ. طعمها لذيذ والأفتر تيست بعد مالها لذيذ. لذلك كل الشكر حق إخواننا بن بار كافيه على الاستضافة الجميلة بهذه الحلقة. ومن غير مبالغة أو مجاملة it's one of the most fancy coffee bars عندنا موجودة بالكويت حق أي شخص قاعد يطالعنا من خارج دولة الكويت. إذا جيت دولة الكويت يستوجب عليك يعني من واقع إذا كنت من عشاق القهوة أو من عشاق الأماكن الحلوة اللي تكون شلد وشذي تزور بون بار كافيه. فلهم كل الشكر أنه طلعنا معاهم بهذا السيجمنت. حلو برزنتيشن مالهم نار يعني. والحلو بالموضوع أنه يمكن إحنا صورنا الحلقة هذه بسالفة الاحتفالات والأعياد الوطنية وغيرها. فشوفوا كل مكان شيء طيب. ها حلو. الحين بناخذك منى ونبي نروح مكان ثاني ونكمل اخر فقره عندنا بالبرنامج. كل الشكر اجان اند اجان حق بون بار كافيه والناس القائمين على هذا المشروع الشباب الكويتي الرائع. وهذه دعوه حق كل شخص قاعد يطالعنا خارج دوله الكويت انه ينورنا ويشرفنا بون بار كافيه. خلكم معانا فاصل وغادين. منى حسين شوف شلون نفسية تغيرت بعد القهوة. بعد هنا هو تعطيك رش القهوة. المود تغير. أنا أسميها وقود الحياة يا أخوي. والله صدق. منى حسين مع أو ضد عمليات التجميل؟ أنا رجل لكن أقول لك أنا مع عمليات التجميل. لا مع ولا ضد. اللي يحتاج. حلو. شوف نفس واحد. اللي يحتاج. لأن شربنا قهوة. صح صح. اللي يحتاج. حلو. يعني ليش لا؟ يعني في ناس مثلاً جت تبي عمليات تجميل من لا شيء. في ناس يصير عندهم هوس عمليات التجميل اللي قاعد نشوف بعض الفنانات يقومون فيها. اللي قمنا نشوف 4-5 فنانات ولا يهون أي كان من اللي مسوين عمليات التجميل ويهم كوبي بيست كلهم. ايش رايك بالسالفة هذه؟ مع احترامي لهم كلهم هذه عدم ثقة من النفس. حلو. بداية نقطة أروح للدكتور عدل وجهي. حلو. بداية يعني أول ما أخذي الخطوة هذه يعني أنا ما عندي ثقة بنفسي. يمكن في ناس بيزيدون الثقة بنفسهم. ايش رايك بهالشغلة هذه؟ اسمح لي هذه انا ضدك فيها. الله. انا مو ضد عمليات التجميل بس اذا صج انا احتاج يعني سويت حادث مثلا والعياذ بالله في اوريدي عيب بخشمي بوجهي من الله مثلا ممكن اسوي اعدل اي لكن اني اروح اقول غير وجهي خليني فلانه وان هوس يصير فيني واسوي فلانه شنو احسن مني فيها يعني 3-4 عمليات بالسنه ما ينفع هذا ثقه بالنفس. والثقه بالنفس ما لها عمليات تجميل. الثقة بالنفس ما لها عمليات تجميل كثر ما تكون أحلى عملية تجميل احنا نعطيها حق أنفسنا. لأن الواحد متى ما عاش بسلام داخلي يا أخوك مع نفسه يقدر يعيش بسلام مع اللي حوالينا. طبعا أول شيء عمركم لا تقضبون تلفوناتكم وانتم تسوقون. لكن أنا مجهز شغلة حلوة. إلا من الإشارة واقفين. أيوة حق خيتي. الله. ايش سالفتك مع الأغنية؟ والله صار لي 4 شهور هابة فيها ما ايش فيني. قلبي عنده صوت زين الحين حرج صرت مالي او ذكرى ما رأيت بحياتي. حلو. بيضل قلبي بحالي حاول ما باخد حق ولا باطل. لأي انسان يمتلك بذرة ابداع فنية حساس الى ابعد درجة. عشان حساس زيادة ما يصير فنان. الله عليك. فشلون منى مع الحساسية وشلون تعايش مع الحساسية الزايدة اللي عند الفنان؟ جدا حساسة انا وهذه مشكلة اعاني منها والناس المقربة مني وايد يعانون منها. ما ادري ليش صرت حساسة ترى انا قبل ما كنت حساسة. يمكن من كثرة الادوار اللي الفنان يتشربها صار عنده الحساسية هذه انه يعيش اكثر من شخصية ويتقمص الشخصيات هذه ويحس على سبيل المثال بهالصنف من البشر بهالصنف من الناس بهالصنف من البشر. هنا مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا
تأثر سلبا ولا إيجابا على أنت يا الفنان الممثل الممثلة الإعلامي؟ إيش رأيك بمواقع التواصل الاجتماعي؟ والله هي جيدة بس اللي يستخدمها غلط أكيد تأثر عليه سلبي. يعني أنا بقول لك كل شيء تستخدمه غلط بيكون غلط، كل شيء تستخدمه صح بيكون صح. حلو. وزين، مع هبة السوشيال ميديا وظهور الفاشينيستات والفاشينيستوز، طبعا كل شخص له كامل الاحترام والتقدير، قمنا نشوف مثلا الفاشينيستا قامت تمثل والشخص الفاشن بلوجر قام يقدم برامج، والناس هذه كلها اختلطت ببعض، اثر على العمل الفني وعلى خلينا نقول انا بسميها اتيكيت الفن بالفن نفسه. شوف، لو البلوجر او الفاشينيستا اذا كان شباب او بنات عندهم موهبه التمثيل ليش لا؟ الساحه موجوده فاضيه. حلو. بس لازم تنجح، مو ما تدش على ان انت والله انشهرت كبلوجر او كفاشينيستا وتعتمد على هالشيء انه بينجحك فنيا. لا، لازم يكون عندك ما كان في بذره الابداع راح تطيح نفسك. حلو. لازم يكون عندك موهبه. ولو تلاحظ ان الاغلب للحين ما اتجهوا للتمثيل. بذكر لك كم اسم منهم زين، يعني كذا اسم وكذا مسمى. هذه الفقره اللي هذه الفقره انا احبها زين، اللي انا خايفه منها. انا احبها. وابيك تذكرين لي لو بكلمه كلمتين ماكسيموم كل مسمى او كل اسم. شلون يعني اوصفه؟ توصفينه بصفه، شنو يعني لك الاسم هذا او المسمى هذا؟ نبلش. صعب توصف احد بصفه واحده. هني سهل الممتنع، نبي نشوف مدى حده الذكاء منى حسين بوصف الاشخاص اللي تحبهم اللي ما تحبهم اللي تودهم او حتى الاشخاص اللي تعمل معاهم. نبلش. نعم. واحد، الام. امي كل دنيتي. كل دنيتك. اثنين، الهام الفضاله. فراشة الشاشة الكويتية او الخليجية. الله. ثلاثة، فهد البناي. هذا جوكر المسرح. جوكر المسرح. جميل جدا. صديق الصدوق هذا. جميل جدا. يعني مصقر. مصقر اي. حلو. حسن البلام. سفينة. يعني السفينة هذا اللقب جروب البلام، مسرح جروب البلام اللي طلع عليه، انه هو السفينة واحنا كلنا اي داخل السفينة. يعني السفينة تدري هي اللي تشيل الناس، فاذا طاحت كلنا معاهم نطيح. فكان هذا المسمى اللي احنا طلعناه على الله يبعد عنكم اي طيح. يستاهل ابو علي للامانه، شخص داعم للمواهب الشبابيه ويستاهل ويستاهل ويستاهل. اخر اسم شخص يعني ما شاء الله طول الحلقه واحنا قاعد نصورها قاعد تمتدحين هذا الشخص الفنانه الغديره هدى حسين. والله هو اللقب، يعني شوف هو اللقب هي اخذتها من عمل سوته، وانا مو يعني انا خايفه اقوله لسبب، لان في وحده ثانيه عندها نفس اللقب. بس هدى حسين ملكة الشاشة الخليجية. الملكة. الملكة. يعني الملكة. ملكة الشاشة الخليجية للأمانة. الملكة. فنها، ذوقها، أخلاقها، تعاملها ودعمها للناس. أحلام ملكة الغناء العربي. ملكة الغناء. زين. فنانتنا هدى حسين ملكة الشاشة. ملكة الشاشة الدرامية. ما يبي له يعني أعطر وأجمل تحية حق فنانتنا. طبعاً. هدى حسين. لو أقول لك دوري كمذيع انتهى. منك للكاميرا كلمة. او حكايه قلبك شاغبك عليها حابه انك توصلينها. هذا اصعب من سؤالي ساعة. انا دوري انتهى كمدير، حابه تقولي شنو اقول؟ شنو اقول؟ ما تبي توجهين لجمهورك للناس اللي تحبك؟ احرجتوني، ما ادري اقول لهم. ان شاء الله اكون قد الثقه وما اخيب منكم ابدا، وصدقوني من كثر ما احبكم ما راح اتغير، راح اتم مثل ما انا، راح اتطور فنيا، راح اقدم اعمال انتم طلبتوا اني انا اقدمها، وعلى قد ما اقدر راح اكون قد الثقه. واحبكم وايد، يعني انا بدونكم ولا شيء. احنا نحبك وايد ومشكوره وايد وايد على انك طلعتي ضيفه معانا ببرنامج رحله مع فنان. انا وايد مستانسه. بعد راسي. وهذه كانت رحلتنا مع فنانه منى حسين، اخت صديقه عزيزه جميله بعفويتها، وبعطي رايي لكن مو بدبلوماسيه، بتطرف اعلامي ايجابي.
جميلة بعفويتها، جميلة بعدم خوفها بردودها، جميلة بطلتها على الكاميرا، وجميلة أيضا باختياراتها. عسى ربي يوفقك دائما الدوم أجمعين إن شاء الله. ولا أقول الصداقة الجميلة هذه منى إن شاء الله يا رب. بعد رأسي سلمك وخليك وكل الشكر بالفقرة الأخيرة لأخونا عبد الرزاق العبد الرزاق صاحب مطعم ديابلو ستيك. مني لكم أعطر تحية، في أمان الله، نلتقي فيكم الحلقة الجاية، تابعوا.